بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا المطاف في الحلقة السابقة إلى المعلم السابع من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة، التي تمتاز هذه الثقافة بهذه المعالم عن سائر الثقافات الأخرى. وذكرنا أن المعلم السابع هو ارتباط الثقافة الإسلامية بمنظومة أخلاقية متكاملة. نحن لو درسنا النصوص الدينية، القيم الدينية الإسلامية، سواء النصوص التي وردت في القرآن الكريم أو بتعبير أدق نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده للأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، نجد هذه النصوص كلها تحث على القيم النبيلة الإنسانية والأخلاق والفضائل الإنسانية. هذا من جهة النصوص. وكذلك باعتبار أن سيرة الرسول والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام هي تجسيد عملي وفي بعض الموارد تفسير لتلك النصوص المقدسة، فإن إذا لاحظنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده، نجد أن هذه المنظومة الأخلاقية المتكاملة تكون وتتجلى بصور واضحة في جميع جزئيات هذه السيرة المباركة. من باب المثل، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة فأصبح حاكما في نفس الوقت الذي هو نبي، يعني جمع بين السلطة الدينية والسلطة السياسية إذا جاز التعبير. نجد هذه المنظومة الأخلاقية المتكاملة في كل مفردة من مفردات سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يكن هناك تنازل عن هذه المنظومة الأخلاقية ولو لأجل المصالح الوقتية، في حين أنه لا نجد هذه الحالة في سائر الثقافات. في الثقافات الأخرى كثيرا ما يشاهد أن بعض قيمهم هذه تجانب وتجافي الأخلاق أو الممارسات العملية لرموزهم أو لما ينسبونه إلى رموزهم، هذه تتجافى وتتجانب مع الأخلاق النبيلة، وهم يطبقون تلك النصوص التي يعتبرونها مقدسة أو يقدسون عمل رموزهم فيطبقونها على أرض الواقع متجافين ومبتعدين عن القيم الأخلاقية.
نحن نشاهد أن الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة اضطر إلى الدخول في عدة حروب، وهذه الحروب كلها كانت دفاعية، يعني كان المشركون يهجمون على المسلمين أو يتعرضون إلى المسلمين فدفاعا واستنقاذا لحق المسلمين، أو دفاعا عن نفوسهم وأموالهم، كان المسلمون يخوضون هذه الحروب. وهذه الحروب لم تكن حربا واحدة أو اثنتان أو ثلاثة، وإنما بلغت نيف وثمانين غزوة وسرية في 10 سنوات تقريبا، بمعدل في كل عام 8 غزوات أو سرايا. وطبعا نحن نشاهد أن القيم والمثل الإنسانية الرفيعة والأخلاق كانت متطابقة عملا على أرض الواقع مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا في مورد من الموارد كان أحد المسلمين يتجافى ويتجانب مع هذه القيم أو مع هذه الأخلاق، فكان يوبخ من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من قبل الله في آيات قرآنية. نشاهد مثلا في إحدى الغزوات أو السرايا، هجم المسلمون على رجل، فلما رأى السيف على رأسه مسلطا تشهد الشهادتين. طبعا أغلب الظن أن الإنسان في هكذا حالة لا تكون شهادته أو تشهده بالشهادتين لا تكون من منطلق اقتناع، وإنما لأجل الفرار من القتل. وهذان المسلمان اللذان هجما على هذا الكافر في الحرب لم يعيرا أهمية لتشهده الشهادتين فقتلاه. فنزلت الآية القرآنية الكريمة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وبخهما وقال: هل لا شققتما عن قلبه؟ لعله كان إسلاما حقيقيا، حتى إذا كان إسلاما ظاهريا لدرء القتل، فإن المثل والأخلاق الإسلامية العالية تقتضي بقبول هذا الأمر منه. كما نشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أرسل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فخالد بن وليد كانت له طلبة وثأر من بني جذيمة في الجاهلية، لأنهم قتلوا عمه يقال الفاكه ابن المغيرة، قتلوه في قضية في زمان الجاهلية. وكما هو المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جميع الدماء التي جرت في الجاهلية ألغاها، وبالإسلام ألغيت تلك الدماء، بمعنى عدم تمكن أحد من الأخذ بثأر في زمان الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله، ولأن الإسلام جاء لكي ينهي الضغائن والإحن من النفوس. ولكن خالد بن الوليد استغل الفرصة وغرر وخدع بني جذيمة، مع أنهم كانوا قد أسلموا، وبعد أن ألقوا السلاح هجم عليهم وقتل منهم جمعا أخذا لثأر جاهلي. فلما بلغ هذا النبأ لرسول الله صلى الله عليه وآله، أولا تبرأ رسول الله من هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فرفع يديه الكريمتين وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
رسول الله تبرأ من فعل خالد، ثم لجبران الضرر الذي ألحقه والقتل الذي قتله، رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إلى بني جثيمة، وأرسل معه أموال، فأمير المؤمنين ودى القتلى، يعني دفع الدية عن كل قتيل، وجميع ما انتهب من بني جثيمة أرجعه إليهم، أو أرجع قيمته أو أعطى قيمته إليهم، وكذلك حتى الميلغة، يعني الإناء الذي يشرب أو يأكل فيه الكلب، هذا أمير المؤمنين دفع ثمن الميلغة، مع أن الميلغة لا قيمة لها، ولكن مع ذلك دفع هذا الأمر، لأنه لا يتوى حق امرئ مسلم، حق المسلم وحتى غير المسلم المعاهد الذمي لا يتوى، ولا يمكن أن يؤخذ حقه من دون حق، حتى إذا كان قليلا، لأن الإسلام ينظر إلى الحقوق بمثقال ذرة. وبعد ذلك لما دفع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام الدية، ودفع التعويضات للخسائر التي تعرضوا لها، دفع أموالا زيادة لكي يرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه صحيح دفعت الدية وتم التعويض، لكن القتلى لم يحيوا، وتبقى آثار الخوف والترويع على هؤلاء. دفع مبلغا حتى يرضوا عن رسول الله، مع أن رسول الله لم يكن له دخل في هذه الجريمة التي ارتكبها خالد وتبرأ منها. فالمقصود أن رسول الله في سيرته هو في كل هذه الحروب لم يجانب الأخلاق. في قضية الطائف، لما المسلمون حاصروا الطائف ولم يتمكنوا من فتح الطائف بعد فتح مكة، لأن الحصار كان مستحكما، فبعنوان التهديد لا أكثر، بلغ المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد قطع أشجارهم، والطائف معروفة بالأشجار المثمرة وبالعنب، وهذه الأشجار كانت خارج المدينة، فهم من فوق الحصن نادوا رسول الله ودعوا رسول الله صلى الله عليه وآله لكي لا يقطع أشجارهم، ورسول الله أيضا لم يقطع أشجاره. فبناء على ذلك هذه السيرة الوضاءة كانت في النصوص التي شكلت الثقافة الإسلامية، وفي السيرة العملية لرسول الله والأئمة المعصومين من بعده تجلت بشكل واضح. ولذا نشاهد أن الفتوحات التي حدثت في صدر الإسلام، مع أنه لم يجبر أحد على قبول الإسلام، وما يقال من أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا الكلام ليس بصحيح ومجانب للحق والحقيقة، والدليل على ذلك وجود الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية من اليوم الفتح الإسلامي وإلى يومنا هذا، وحتى أن هذه الأقليات حينما كانوا يتعرضون إلى الإبادة أو إلى القتل والتنكيل في دول أخرى، كانوا يلتجئون إلى البلاد الإسلامية، كما حدث لليهود حينما نُكّل بهم، وحينما طردوا من البلدان الأوروبية اضطروا إلى الالتجاء إلى الدول الإسلامية، وبعنوان أهل ذمة تم الترحيب بهم في هذه البلدان. فمقولة انتشار الإسلام بالسيف هي مقولة كاذبة. فلذا نشاهد أن الإسلام، الفتوحات الإسلامية في بداية الدعوة الإسلامية، أدت إلى أن الشعوب تتحول إلى الإسلام تدريجيا. لماذا؟ لما رأوه من حسن الأخلاق والقيم في المسلمين. ولكن نشاهد أن الفتوحات الإسلامية في العصور المتأخرة، هذه الفتوحات لم تنتج إسلام الشعوب المغلوب على أمرها.
لماذا؟ لأن هذه الفتوحات جانبت الأخلاق، جانبت القيم، جانبت المثل، تحولت إلى غزو بربري، إلى غزو يراد منه انتهاب ثروات وإمكانات وبنات الشعوب الأخرى. ولذا نشاهد مثلا العثمانيون غزوا البلدان الأوروبية في البلقان، وبقوا في هذه البلدان أكثر من 400 عام. مثلا اليونان كانت تحت سيطرة العثمانيين لمدة 400 عام، وكذلك دول البلقان، وهذه شعوبها بقيت على نصرانيتها ولم يتحول منهم إلى الإسلام إلا القليل جدا. لماذا؟ لأن هذه الفتوحات المتأخرة جانبت الأخلاق بشكل نهائي، فمجانبتها للأخلاق بشكل نهائي ونظرتها إلى الأمم المغلوبة والشعوب المغلوبة كطعمة، تنتهب أموالهم، تؤخذ ثرواتهم، تسترق بناتهم لأجل أن يتحولن إلى جواري ومحظيات في البلاط العثماني وما يتعلق به، وفي المقابل لم يكن هناك إعطاء صورة مشرقة صحيحة من الإسلام. فتمسكت هذه الشعوب المغلوب على أمرها بكفرها، وبقيت ولو طول هذا الأمر 400 عام، وبعد أن انهارت الدولة العثمانية هذه الشعوب استعادت هويتها ورفضت الإسلام، بل تحولت إلى عداء شديد إلى الإسلام، وكلما حصلت فرصة انقضت على المسلمين وقتلت من المسلمين. وما شاهدناه من الجرائم التي ارتكبها الصرب في البوسنة والهرسك وفي كوزوفو وفي غيرها من المناطق، حيث قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين، هذه كان بأثر الحقد الذي كانوا يحملونه من الإسلام. فلما جاءت الفرصة المآتية أبرزوا وأظهروا هذا الحقد. ولماذا حملوا هذا الحقد؟ السبب الرئيسي سوء تصرف العثمانيين، بحيث أن عملهم جانب القيم والأخلاق. بل ليس هذا كان بالنسبة إلى الشعوب غير المسلمة، حتى بالنسبة إلى الشعوب المسلمة، البلدان التي كانت تحت سلطة العثمانيين لأكثر من 400 عام، تعاملهم مع هذه البلدان وهي مسلمة كان تعامل سيء جدا، ومحصور في زاوية الاستنزاف المالي ونهب الخيرات. فلذا توقف المد الإسلامي بسبب سوء التصرفات، لأن أكثر الناس لا يعرفون بالإسلام الأصيل إلا عبر تصرفات المسلمين. كما نشاهد في العصر الحاضر أن بعض أدعياء الإسلام وبعض الحركات المتطرفة، هذه بدأت بأعمال بعيدة عن الإنسانية وبعيدة عن القيم والمثل والأخلاق، ويقولون إن عملهم هذا هو الإسلام، يقتل الأبرياء ويقول إن عمله هذا الجهاد، يروع النساء والأطفال ويقول إن عمله هذا هو الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعكس صورة سلبية جدا عن المفاهيم السامية للإسلام والقيم الموجودة في الإسلام، مع أن الجهاد هو قمة في الإنسانية، لأن الإنسان يدافع عن نفسه، هذا أمر وحق مكفول لدى كل الشعوب وكل الثقافات وكل الأفكار، وأيضا يحاول إنقاذ المظلومين من الظالمين، هذا في قمة الإنسانية. والآية الشريفة تشير إلى هذا الأمر حينما تحض المسلمين على القتال في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فهؤلاء لإنقاذهم من الذين يظلمونهم
وحتى الآن في ميثاق الأمم المتحدة هذا الأمر مكفول بأنه يحق للأمم المتحدة أن تنقذ الشعوب التي تعرض للإبادة أو للظلم من حكامها أو من شعوب أخرى. فبناء على ذلك هؤلاء أدعياء الإسلام يعكسون صورة جدا سلبية عن الإسلام، والناس لا يقرؤون القرآن أو السيرة الحقيقية لرسول الله، وإنما ينظرون إلى هؤلاء وتصرفات هؤلاء فيتصورون أن الإسلام هو هذا، في حين أنه من المعالم الرئيسية والبارزة للثقافة الإسلامية الأصيلة اقترانها بالأخلاق والمثل والقيم السامية الإنسانية في جميع التصرفات واللحظات. إن شاء الله في حلقات قادمة نكمل هذه البحوث. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.